القطاع الخاص يدخل أيضا على خط دعم الدفاع المدني. وضع حجر الأساس لمركز بري للدفاع المدني في عمشيت بمبادرة من شركتي عيسى للتنمية المحلية وآي بي تي النفطية. أكثر من 13 ألف حريق سجل بالعام 2023، كما سجلت أكثر من 90 حالة غرق العام الماضي. أما مع بداية هالموسم سجلت أكثر من 17 حالة غرق. كل هالحوادث وغيرها بيتصدى للدفاع المدني. هالجهاز عم بيقوم بدوره بالإمكانيات المتوفرة أمامه بعزيمة متطوعينه وإصرارهم على أداء دورهم، ولكن بوقت الدولة عاجزة عن دعمه مثل ما لازم، بيبقى دعم هالجهاز مسؤولية كل واحد منا. مبادرات كتير من القطاع الخاص بلشت تتبين لدعم هالجهاز، وآخرها مبادرة لإنشاء مركز للدفاع المدني بعمشيت، كون هالمنطقة بتفتقر لمركز خاص فيها لينضاف ل 230 مركز بكل لبنان. مبادرة رعيتها مؤسسة عيسى للتنمية المحلية وشركة آي بي تي النفطية. هالمركز هو مركز عضوي بغطي منطقة عمشيت، وبيكون بمثابة دعم لكل المراكز الإقليمية التابعة لجبيل. إمكانيات الدولة مثل ما بتعرفي يعني بكل الإدارات في مشكلة، بالتالي التعاون مع المؤسسات والإدارات المدنية والباقي الفعاليات والمرجعيات بيخفف عنا هالعبء وبيساعدنا لننقذ الناس هن وممتلكاتهم وأرواحهم. هالمبادرة ما بلشت من اليوم، فالمركز البري رح ينضاف على المركز البحري يلي أنشأته المؤسسة العام الماضي، وهيك بتصير عمشيت أول منطقة بتتضمن مركزين بري وبحري حد بعض. كثير عم بيساعدنا، احنا ما عندنا مركز هون، يعني عندنا مركز بالبترون وعندنا مركز يلي هو بجوني، هون صار عندنا كثير مشاكل بالبحر، يعني ما بين دوريات ما بين عملية الإنقاذ يلي هي صارت بمنطقة جبيل من هون كانت كثير سريعة وقوية، اللي قادر إنه يساهم معنا بإنشاء مراكز يلي هي نحن 8 مراكز، بس ما ننسى إنه نحن طول الشط يلي هو 200 كيلومتر، نحن أكيد إنه لازمنا أقل شيء 40 مركز. هالمبادرة هي استكمالاً لخطة تعزيز التنمية المحلية وتأمين بيئة لجذب السياح والمستثمرين يلي بتعتمدها المؤسسة. هيدا من ميل، ولكن من دون شك إنه هالمركز بيأمن سرعة التدخل في حال صار أي طارئ بالمنطقة، خصوصاً بمنشآت النفط التابعة للآي بي تي الموجودة بعمشيت. آي بي تي موجودة بعمشيت وهي منشأة صناعية بتشتغل بمواد ملتهبة، ولكن بذات الوقت آي بي تي هي تنتهج منهج المسؤولية الاجتماعية. هيدا المركز هو عنده دور مزدوج، هو دور أنه يكون موجود على مقربة من المنشآت النفطية، ولكن الأهم هو دوره بالتدخل لحماية المنطقة. مركز الإنقاذ البري هو رح يكون مجهز مش بس بموضوع الأمبولانس، بكل التجهيزات الثانية. التزامنا مع مؤسسة الدفاع المدني هو التزام قديم نهائي، ونحن هي بداية الطريق. هيدا مثال على أنه القطاعات الخاصة قادرة تدخل على خط المساهمة بنهوض البلد وقطاعات الحيوية.